مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر الصباحي. تحية صباحية عطرة أنا أسفر لكل المتابعين الأوفياء. دائما نخرجكم الأجواء الصباحية بمدينة الانبعاث الصباحة، كما تشوفوا معنا أجواء مشمسة للغاية تزامنا مع عطلة فصل الصيف، فالله يرحمنا يا رب، اللهم ارحمنا ولا تجعلنا من القانتين، آمين يا رب. لأن صراحة يعني هذه الأجواء هي أجواء مشمسة للغاية، ربما تنذر بأن الجو سيكون حارا نسبيا اليوم، فأيضا شوارع المدينة خالية من تلك الحركة المعهودة، وأيضا السفر في تهاون عليه بطبيعة الحال متابعينا الأوفياء. فأنتم كما تشوفوا معنا هذه هي أجواء المدينة في هذا الصباح، حاليا صباح يوم الأربعاء. تحية للجميع المتابعين الأوفياء من السيدنا، كنتمنوا للجميع صباح سعيد، صباح جسير، وصباح الأمل والتفاؤل، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. بطبيعة الحال الأجواء أجواء مشمسة في هذا الصباح. Yeah.